28 يوليو هو اليوم العالمي لأمراض الكبد والتهابات الكبدية. اليوم ده العالم كله ومنظمة الصحة العالمية بصورة خاصة بيتم التركيز فيه على التذكير بأهمية مكافحة الفيروسات الكبدية، خصوصا فيروس بي وفيروس سي. طبعا احنا عندنا في مصر فيروس سي كان بيمثل مشكلة كبرى، وكانت مصر بالفعل يعني من أكثر الدول إصابة بهذا المرض اللعين، لكن في الأربع سنوات السابقة قدرت مصر وبجهود حكومية خالصة وباتفاقات دولية إن هي تكون الدولة الأولى في مكافحة هذا المرض. قضينا تماما على قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، وأصبح الدواء غالي الثمن اللي كان بيعالج فيروس سي بصعوبة، لأن يعني مش كتير يقدروا يدفعوا ثمنه، أصبح متوافر وسعره في متناول الجميع، وكمان الحكومة بتدي للمرضى للعلاج. طبعا أصبحت هذه التجربة المصرية نموذج لمكافحة الفيروسات الكبدية وفيروس سي بصفة خاصة. مزيد من التفاصيل حول خطورة هذا المرض ومستقبله من خلال لقائنا التالي، خليكم معانا وأيام. اهلا بكل مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا الرئيسيه النهارده في ايامنا، واللي هنتكلم فيها عن اليوم العالمي لامراض الكبد، واللي بيوافق يوم 28 يوليو من كل عام. الحقيقه بالرغم من تقدم العلم كثيرا في علاج امراض الكبد، خصوصا ما يتعلق بفيروس سي، الا ان الارقام ما زالت مزعجه على المستوى العالمي. يعني لما نقول ان الرقم 1 إلى 12، وتفاصيل الرقم ده هنعرفه من خلال حلقتنا، لكن اللي نقدر كده نتكلم فيه بسرعة مع حضراتكم ان في 1 من كل 12 شخص قد يكون مصاب بفيروسات الكبد، وما يترتب عليها من مضاعفات قد تصل الى الإصابة بالأورام. ربنا يقي الناس كلها شرور الأمراض كلها، وتحديدا أمراض الكبد والأورام. هنتكلم في الجهود العالمية في هذا الشأن، وكمان الجهود المصرية لمحاصرة الفيروسات الكبدية، مع ضيفة كبيرة يسعدنا أن تشرفنا النهاردة في أيامنا،
أستاذة الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وأستاذ بيولوجيا الأورام في المعهد القومي للأورام. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا بك يا فندم. شكرا جزيلا لتشريفك. العافية فندم. وعايز أبدأ مع حضرتك بهذا البعبع إنجاز التعبير الفيروسات الكبد. الحقيقة العالم والعلم كمان والبحث العلمي قدر ان هو يحرز فيها تقدم كبير. أكيد. لأي مدى هذا الشبح أصبح يعني ينحصر وقدرنا نسيطر على الأقل انتشاره ومسبباته وكمان ما يترتب عليه، يعني نظرة لجهود البحث العلمي في هذا الشأن دخولا لتفاصيل أكتر باليوم العالمي. طبعا بداية عايزة أوضح للناس، حضرتك قلت رقم 12، بما معنى إيه رقم 12؟ في حوالي 170 مليون مواطن مصاب في العالم بإما فيروس بي أو فيروس سي. دول لما نعملهم بالنسبة للتعداد العالمي يبقى رقم 12، يبقى قصدي أسفة كل واحد من 12 واحد مصاب. فعشان كده في سنة 2008 لما عملوا يوم 28 يوليو دوت قاس ب الالتهاب الكبدي الوبائي، فسموه هل انا رقم 12؟ يعني هل انا تساؤل. مصاب هل انا مصاب ولا انا مش مصاب؟ لما نرجع بقى للبحث العلمي، لان البحث العلمي طبعا بيكتشف كل يوم حاجه جديده. الاول كنا عارفين بس فيروس A، وبعدين عرفنا الفيروس B، وبعدين بقينا نقول نون A نون B، يعني لا هو A ولا B، وبعدين بعد كده سميه سي، بعد كده بقى في دي وبقى في اي. اخطر نوعين اللي هما بي وسي. الاطفال ممكن بيصابوا بفيروس ايه، طريقة الاصابة مختلفة تماما عن بي وسي. واحب اطمن الناس برضو ان فيروس ايه لما بيصاب بيه الطفل بياخد مناعة منه هو، مش للانواع التانية. مناعة لإيه فقط. وبس لازم يكون في نظافة في الأكل ونظافة في الماء. هو ده يا دكتور اللي كان زمان بيقولوا عليه الصفرة؟ هو الصفرة بالظبط، هو الصفرة. التلاتة إيه؟ على فكرة الصفرة، لأن التلاتة أعراضهم بيعملوا اصفرار في الجسم عشان بيعلوا حاجة اسمها البيليروبين. البيليروبين ده صبغة الصفرة، بتخلي البشرة والعينين لونها أصفر. بس الإيه اقل جدا في الخطوره وبيعالج وبيروح وبينتهي وما بيترتبش عليه، يعني متهيألي نادرا، يعني نص في المية ممن يصابوا بالفيروس ايه ممكن يترك لهم اثر على الكبد. انما في العموم لا، بيشفوا تماما وبيروح لحاله، بس محتاج راحه ومحتاج غذاء بطريقه معينه مش دسمه. طب احنا في فتره سابقه في مصر كان يعني ربما من أكثر الأمراض انتشارا وتأثير سلبي على المواطنين وعلى قوتهم وقدرتهم فيروس سي. تماما. وكان يقول لك يعني اللي جاله فيروس سي ده ملوش علاج وخلاص بقى، يعني لا بالتأكيد ليه. يعني كان، أنا بقول كان يقول لك اللي جاله فيروس سي، لكن في آخر كام سنة لا اصبح، او كان العلاج غالي جدا يعني. تمام. مكلف جدا. فاخر كام سنه العلاجات حتى العالميه اصبحت متوفره في مصر وفي متناول المواطنين، وقائمه الانتظار لعلاج فيروس سي وزاره الصحه قضت عليها، الحكومه المصريه قدرت ان هي تصل لده. فما اصبحش حتى، اسمحي لي يا دكتور، بالنسبه للناس يعني كان اللي عنده فيروس سي كسف يقول، او لو حد عرف ان حد عنده فيروس سي يخاف منه وبتاع. دلوقتي لا، ناس عندها وبتتعالج. تمام. يعني الطفره دي عايزين نرصدها مع حضرتك بخطوات البحث العلمي، والحكومه كمان المصريه قدرت ان هي تعمل نتائج فيها ملموسه على الارض. تمام. اولا البحث العلمي بس طلع حاجه للفيروس بي، الهيباتيتس فيروس بي، اللي هي التطعيم، وده مهم جدا ان كل الناس تاخده، عشان كده ما بقاش بخطوره فيروس. ما هو برضو خطر. ولازم ناخد التطعيم علشان ما يجيلناش. لكن هو برضو بيسبب وبقينا نديه للاطفال وبنديه للاطفال، وخاصه الطفل اللي امه عندها الفيروس
اول ما يتولد في الاسبوع الاول لازم ياخد التطعيم بتاعه علشان نحمي الطفل من انه يكمل وينمو بالفيروس بي. الفيروس سي مالوش تطعيم، لكن اتمنى انه يتعمل له تطعيم. الفيروس سي هو ممكن اكثر نصل لتطعيم يا دكتور؟ ممكن اللي خلى الفيروس بي يتعمل له تطعيم اكيد هيكون مع البحث العلمي ومع زيادة التجارب وفشل ونجاح هنوصل انه يكون ليه تطعيم. الناس كلها متخيلة ان المشكلة بس في فيروس بي، في فيروس سي، لا في بي كمان طبعا. والناس بتخاف برضو من ضمن المعلومات الخاطئة ان المياه الملوثة بتجيب الفيروس. لا 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 خالص. يعني متالي فيروس بي وسي الدم، بالدم فقط. عشان كده لما يكون عندي حد في البيت مريض مش معناه ان انا هتعدي، لكن اخلي بالي ان انا ما استخدمش ادوات، وبعد كده هنبقى نتكلم على طرق الوقاية. كان الاول للعلاج بيبقى بالانترفيرون، وبعد كده قالوا الانترفيرون بيتاخد بتاع 3 حقن في الاسبوع وقد يجيب نتيجة وما يجيبش. طيب حطوله مواد تانية اسمه بيجايليتد انترفيرون علشان يخليه يستمر شوية، برضو ما كانش فعال قوي، لحد ما اتعمل بالبحث العلمي برضو سواء الامريكي او بعد كده احنا ابتدينا نعمل هذه الابحاث وهذه العلاجات، اللي هو بيستغل التركيب الجينومي بتاع الفيروس. يعني بايه بيستغل التركيب الجينومي؟ بيجي للجزئية اللي هي بتقول للفيروس ابتدي توالد او ابتدي تكاثر، بيوقف الحتة دي اسمها بروموتر، بتقول له ابتدي يعني بقى كان تكاثر. الخطوة دي كانت بناء على اكتشاف العلاج الجيني بالظبط، لحد ما مش العلاج الجيني، الجينات بتاعت الفيروس، جينات الفيروس نفسه. فأنا وقفت نمو الفيروس، ان انا وقفت الجزء اللي في الجين بتاعه اللي في الجينوم بتاعه اللي بيقول له ابتدي يتكاثر. ده كان اللي هو احدث علاج اللي هو السوفالدي، وابتدت مصر تعمل ادوية كمان اخرى غير السوفالدي. كان اللي منتشر ان احنا عندنا 9 مليون مريض بالفيروس سي، الحقيقة بعد ما عملوا المسح لاماكن كتير فمن يعني استيميتد كده انهم 6 مليون وليس 9. اتعالج منهم 1.8 مليون والباقيين هيتعالجوا. يعني تقريبا في 4 مليون مريض تقريبا، لو تعرف العالم كله عالج حوالي 9 مليون. فاحنا لما نعالج 1.8 تجربة مصرية كويسة جدا. طبعا الدواء السوفالدي اتاخد في البداية من الخارج، واتاخد 1% من ثمنه. يعني وزارة الصحة عملت دعم. اتصالات وحاجات. لا مش دعم، امال ايه؟ عملوا اتصالات مع اللي هو واخد البراءة والمنتج بتاع الدواء، لان مصر كان اكتر من الدول اللي هي اعلى دول فيها الفيروس سي، فكان سوق مفتوح بالنسبه لهم واسع، فوافقوا انهم يدوها للمصريين ب1% من ثمنه. وابتدى بعد كده بقى المصانع والادويه المصريه بتنتج، وابتدى الباحثين يعملوا نوعيات اخرى من العلاج، متواجده كل فتره بيكتشف علاج جديد للفيروس سي. كل ده بيساعد على ان احنا نقدر نعالج بقية الناس المصابة. طيب خريطة الفيروسات الكبدية على مستوى العالم يا دكتور؟ هي مصر من أعلى الدول للأسف، والنوع اللي في مصر كمان مش زي يعني الفيروس سي حتى اللي فيروس في مصر سي سب تايب 4 مختلف عن الأنواع اللي بره. مختلف عشان كده مختلف في تركيبته الجينية، عشان كده كان لازم ان لو اي علاج يخش مصر من الخارج يتعمل له ما يسمى بكلينيكال ترايلز او التجارب السريرية، علشان يتعرف هو هينفع على النوع اللي بيصاب بيه المصريين ولا لا. طب ايه السبب في انتشار النوع ده تحديدا من فيروس سي في مصر دون دول العالم؟ هو كان اكتر سبب لما كانت الناس بتتعالج من البلهارسيا بدواء اسمه التارتر ايميتك، بيتاخد حقن، وكان زمان ما فيش حاجة اسمها الحقن التعقيم والكلام ده، ما كانش فيه حقن البلاستيك دي خالص. كان هو بيعقمه، فما كانوش حتى ممكن ما يعقموش، ومن دل دل ده طابور كده ومن دل 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 ده. حتى في التحصين
كانوا بيعملوا نفس الحركه دي زمان، يملى الحقنه وده سنتي وده سنتي وده سنتي ويكمل. ده حاجه خطيره طبعا جداً. طبعا خطيره جدا، ودي اللي سببت العدوى. ما ابتديناش نحس باثار الحاجات دي غير بعد كام سنه. ليه بقى؟ الفيروس سي او بي كامن كامن ما بتحسش بيه انه عمل حاجه. بعد كذا سنه بتبص تلاقي يظهر مره واحده، 5% ل10% من المرضى بيبتدي يحصل لهم امراض في الكبد، وشويه من دول كمان يبتدوا بعد كده يحصل لهم سرطان في الكبد. عشان كده احنا ما كانش عندنا سرطان يعني الكبد عالي، لكن دلوقتي بقى عالي. يعني يا دكتور، الطريقه الوحيده لاكتشاف المرض ده مبكرا هو التحليل. بالظبط طبعا، لكن مفيش اي مؤشر اخر الا مع ظهور الاعراض، ودي مرحله متاخره. متاخره ويعني بيبقى كده، واحيانا بتكون اكيوت، احيانا ما بتكونش متاخره اكيوت. يعني في وقتها، يعني في وقتها ما بتكونش متاخره. احيانا بتكون متاخره، واحيانا واحد ممكن يصاب بحاجه اسمها سب كلينيكال، يعني عنده الفيروس موجود بس كامن، او العدد بتاع الفيروسات قليل فمش يعني ظاهر عليه المرض. قد يكون تعرض لعدوى مثلا لكن جهازه المناعي قوي فقدر يسيطر على فمش مأثر عليه. فمش كل من عنده فيروس سي بيبان عليه مرض الكبد، ولا كل من عنده مرض الكبد بيبان عليه اورام السرطانية بتاعت الكبد. لكن الاورام دي يعني نقدر نقول اخر مرحلة، آخر من مرحلة. يعني التداعيات بتاعته اخر مرحله، وفي نسبه قليله زي ما قلت لحضرتك، يعني مش نسبه، مش كله لازم يوصل للمرحله دي، لا نسبه قليله وبيوصل ليها المريض بعد من 15 ل 30 سنه. يعني فتره طويله جدا. طب احنا عندنا تقرير بندعو سيادتك مع مشاهدينا ان احنا نتابعه، وهنرجع من بعده لضيفتنا الاستاذه الدكتوره ناديه زخاري، ونستكمل هذه الحلقه عن اليوم العالمي لفيروسات الكبد. We live in a world built upon achievements. We have traveled to the moon, developed vaccines, created the internet, and even cloned life itself. Today, we have the opportunity to create our next greatest achievement, the elimination of viral hepatitis. The journey has already started. Since viral hepatitis was discovered 50 years ago, highly effective vaccines, treatments, and a cure have been developed. Yet 10 million are still newly infected, 95% of those living with the illness are unaware, less than 1% access treatment, and 1.4 million die each year. We are at a turning point. The WHO's first ever viral hepatitis elimination strategy signals a commitment to reach the overall goal of elimination by 2030. If governments can reach a set of prevention, testing, and treatment targets, 90% of infants will receive a hepatitis B birth dose vaccination. All blood donations will be screened. 90% of people will have access to safe injections. 90% of people will be aware of their illness, and 80% of people will be treated. The result of all these achievements? A 65% drop in the death toll and 90% reduction in new cases. That's 7.1 million lives saved by 2030. Join us to ensure that action is taken by governments to reach these targets. Join us to make the elimination of viral hepatitis our next greatest achievement. No HEP is right. No HEP is smart. No HEP is for all. No HEP is our next greatest achievement. أهلا بكل مشاهدينا مرة أخرى، رجعنا لحضراتكم لاستكمال هذه الحلقة من أيامنا، واللي بنخصصها للحديث عن اليوم العالمي للفيروسات الكبدية. وبيشرفنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق وأستاذ بيولوجيا الأورام في المعهد القومي للأورام. دكتورة نادية،
العالم كله بينظر ازاي لمستقبل فيروسات الكبد. يعني في امراض كانت خطيرة جدا وكان يعني نتائجها السلبية كمان يعني نقدر نقول قضت على الملايين واصبحت الان خلاص في خبر كان. فهل نقدر نقول المستقبل هيحمل نفس هذا الامر بالنسبة للفيروسات الكبدية؟ في شقين زي ما حضرتك شايف، العلاج بتاع تلت تقريبا العدد فده بيقلل، لكن انا ما بعتمدش فقط على العلاج، لان انا لو ما عملتش وقاية، وزي ما بنقول ان الوقاية خير من العلاج، خير من العلاج. يعني انا مش هسيب الناس ما وعيهمش ويجي لها المرض، فاحنا لازم يكون في كامبينز او في توعية جامدة جدا ايه المرض ده بيتنقل. واعتقد ان التوعية دي تمت، لكن لازم نكون مستمرين فيها. ازاي اللي بيحلق بموس بتاع التاني، اللي الحقنة لازم اشوفها قدام عيني انها بتتفتح قدامي، لازم اقفلها كويس علشان عامل النظافة اللي بيلم ما يستخدمهاش تاني، او في حقن بتتني السن بحيث ان محدش ولا هو يتشك كمان طبعا. ما هو بينظف ممكن يتشك طبعا. فانا لازم اامن طبعا. وفي علب مخصوصة علشان يتحط فيها. دي بتعتبر نفايات خطرة دي، يعني طبعًا ليها اسلوب علمي كمان للتخلص منها. طبعا لازم يكون في كيس احمر، لازم يكون في علبة اللي هي بنحط فيها النيدلز والشارب، الحاجات اللي هي الحادة. لازم المعامل يكون في اتفاق مع شركات للنفايات الخطر، مش اي حاجة تترمي في سلة الزبالة ويجي الزبال يمسكها ويتعدي ويتنشر هذا طبعًا المرض طبعًا. الاسنان والتعقيم، فانا اعتقد ان دلوقتي الناس بقت اوعى كتير قوي من زمان. حاجة زي دي هتقضي على المرض. المسألة برضو معتمدة على الضمير يا دكتورة نادي. اكيد اكيد، يعني سواء في عيادات الاسنان، اعتقد يعني انا بكلم سيادتك في يعني اكتر المسببات، سواء اذا كان عيادات الاسنان او الحلاقه والتطعيمات واعتقد كمان ربما الكوافيرات السيدات اكيد يعني اكثر كثيرا من الكوافيرات. وانا بالمناسبه يعني كل ست تجيب ادواتها وتروح للكوافير تستخدم صحيح أدواتها. يعني يمكن الراجل بيروح عند الكوافير الرجالي يحلق شعره يعني بالكتير. بس برضو دقنه ممكن بيعملها، فدي ممكن بس في الحاجات اللي هي البلاستيك لكن السيدات اللي بيروحوا الاظافر، ادوات الاظافر دي في منتهى الخطوره طبعا. يعني يعني متهيألي كوافيرات السيدات محتاجة قوي. ومن هنا بننصح لكل ست بقى، بدل ما انا راقب الكوافير واشوف هو مش عارف مين اللي عندها صفرة ومين ما عندهاش، انت سيدة خدي العدة بتاعتك. بس يا دكتور ما يعني في الايدز كمان، ويعني كتير قوي حاجات كتير مش بس الصفرة. بالظبط بالظبط. ولو ان طريقة العدوى او الريت بتاع عدوى الصفرة اسرع كتير قوي من الايدز. يعني لو 2000 واحد اتشك بإبرة فيها ايدز، و2000 واحد دول اتشكوا بابره فيها الفيروس بي او سي، فيروس بي او سي، هنلاقي النسبه اكبر قوي. ايه السبب العلمي يا دكتور؟ احتمال ان الفيروس بتاع الايدز اضعف. جايز ده الفيروس. وبالمناسبه يعني الفيروس نشيط من الحاجات الضعيفه. يعني الفيروس لو عاش، فيروس سي بالذات لو عاش بره جسمي 7 ايام مش هيبقى موجود خلاص. انما هو لازم عشان يعيش يكون في الدم. ضعيف جدا، يعني لازم الادوات تبقى ملوثه بالدم. لازم، وده برضو مش بس انا ببص لخارج البيت، في البيت لو الست البيت او الراجل عنده فيروس سي لازم يراعي الحته دي قوي، انه ما يتجرحش. ما الاسره بتاعته ما تتلمسي لو اتجرح ما تتلمسي بالدم اللي طالع منه. لكن اي طريقه تاني للعدوى لا، مفيش. يعني الزواج مثلا، الزواج ممكن يعدي، في ابحاث كتير قالت ان الزواج ممكن ينقل. كل سوائل الجسم معرضه ان يكون فيها الفيروس، ومن الام لابنها، من الام لابنها في اثناء الولاده. يعني عشان كده بعد الولاده لازم الطفل ياخد تطعيم الهيباتيتس بي. مفيش تطعيم للسي حتى الان. طيب العالم هل بينظر للفيروسات الكبديه بما انها يعني انتشارها ما نقدرش نقول على مستوى دول العالم بصورة كبيرة، لكن يعني انتشارها بيكون مركز في دول بعينها او مناطق بعينها،
فهل يعني العالم سواء من خلال منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة وأجهزتها طبعا ومنها المنظمة يعني بينظروا لمثل هذه الأمراض بنفس الأهمية بالنسبة للأمراض الأخرى زي اهتمامهم مثلا بانتشار أمراض الإيدز مثلا حول العالم أو انتشار أمراض أخرى، الأمراض اللي هي ليها صبغة جغرافية ما؟ لا، الـ WHO مهتمة جدا بدليل أنها عاملة يوم عالمي للأمراض الفيروس يعني الكبدية. فعالياته بتكون على نفس القدر. ما أنا عايزة أقول لحضرتك لو حتى مصر من الدول المرتفعة جدا، إن ما كانتش يعني أكتر دولة مرتفعة في الفيروس سي، إلا إن أمريكا فيها فيروس سي، إن هنا في أوروبا في طبعا أوروبا فيها، آسيا فيها. بس النسب بقى 90 مليون، سوري 170 مليون مريض بفيروس حول سي العالم. حول العالم. فان كنا احنا كنا فاكرين ان احنا 9 بس طلعنا 4 5 لله حاجه 6 كده. فما احناش لوحدينا اللي يعني عندنا، يعني احنا نسبتنا بس كل دوله عندها سبيتشز معين، عندها نوعيه معينه. ايوه بس 6 من 170 يعني ما مش نسبة ضخمة. علشان انا بتكلم على فيروس بي اند سي الاثنين، بي وسي 170 مش سي بس. ايوه والسب تايبس مختلفة من بلد للتانية، عشان كده قلت لحضرتك في البداية ان كان لازم علشان يخش مصر اطمن ان هو ده هيعالج النوع اللي بيصاب بيه المصريين. طيب لو لا قدر الله الامر تطور الى اورام الكبد، احنا عارفين كمان ان يعني اساليب علاج الكانسر كمان تطورت جدا طبعاً. لاي مدى يعني اورام الكبد السرطانيه بيمكن السيطره عليها؟ اولا في نوعين من اقدر اقول سرطان الكبد، اللي هو جاي في الكبد ده بنسميه برايمري او سيكندري، يعني جاي من مكان تاني وراح للكبد. احنا بنتكلم دلوقتي على البرايمري اللي هو موجود ومركز في الكبد. لو اكتشف بدري بتبقى جراحة وبتشال الورم، لو اكتشف متأخر وده برجع تاني اقول الوقاية خير من العلاج. يبقى انا لازم اعمل دوريا تحاليل علشان خصوصا الفئات اللي هي مشكوك فيها، اللي هي عندها الهيباتيتس بي او سي، عندها الفيروس بي، اللي هم عندهم الفيروسات الكبدية. لا القصد هل في فئات في المجتمع معرضة اكثر او اكثر عرضة للإصابة بفيروسات الكبد، فيبقى يعني حتى لو هم مش عارفين يبقى لازم ياخدوا بالهم ان هم اكيد يعني بتوع التحاليل بتوع الاسنان اللي بيتجرحوا كتير زي الحلاقين، الصنايعية القمامة، جميع القمامة خصوصا بتوع يعني اليومين دول كمان يا دكتور مسألة النبش في القمامة. أيوة. الناس بقت بترمي اكياس القمامة وتلاقي ناس تانية تيجي تفتح الاكياس دي وتشوف يشوفوا فيها حاجة علشان ياخدوا اللي هي اعادة التدوير. عشان كده بقول ان لازم الحاجات دي تترمي في علب مخصوصة ليها، ولازم النفايات الخطر دي في شركات مخصوصة بتاخدها وتحطها في محرقة وتدفن. او احنا كمان يبقى في اللي هي نظام لا فصل القمامه من المنبع زي دول كتيره. يعني نرمي الازاز مع بعضه، البلاستيك مع بعضه، الكنزات مع بعضها، بحيث حتى اللي بيجوا يسترزقوا من الكلام ده ويجمعوه عشان يبيعوه يلاقوه قدامهم، ما يحتاجوش ان هم يعني يقلبوا او ينبشوا في اكياس القمامه، ممكن يتعرضوا بالتاكيد. فدي الفئات اللي لازم دوريا تعمل تشيك اب على نفسها، تعمل تحليل، في تحليل مثلا اسمه الفا فيتو بروتين ده يبين اذا كان في اللي بياخدوا مخدرات يا دكتور. اللي بياخدوا مخدرات. انا عايزه اقول لك برضو مش بس الفيروس بي والسي هو اللي بيسبب اورام الكبد، يعني في حاجات تاني بتسبب. اكيد اكيد. فاحنا يمكن مركزين قوي على دي لكن ما بنوعيش الناس ازاي في حاجات تانية بتسبب. تلوث الكبد، تلوث الطعام، في حاجه اسمها افلاتوكسين بتفرز في الاغذيه الزيتيه اللي بنخزنها. تبص تلاقي زي السوداني او المكسرات او الحبوب الزيتيه تلاقيها كده ملزقه شويه، دي بيبقى في حاجه اسمها افلاتوكسينز. الافلاتوكسين ده فظيع بيسبب سرطان كبد. الكحول، الكبد الدهني ممكن او اهمل ممكن يوصلنا لالتهابات
وتليف ويوصل برضو. يعني احنا بقى زمان كنا نسمع على سرطان الكبد ده قليل قوي، دلوقتي بقى هو اعلى سرطان في مصر. كان يعني الاول عندنا سرطان المثانه، دلوقتي بقى سرطان الكبد اعلى سرطان في مصر عند الرجال بالذات، عند السيدات طبعا سرطان الثدي. فمش بس الفيروسات هي اللي بتسبب الاورام السرطانيه يعني. يعني نتمنى ان شاء الله ان كل المعلومات اللي قلناها النهارده يعني افادت الناس، ان هم الوقايه طبعا رقم واحد، رقم اتنين ان كمان نطمن حتى لو لا قدر الله حد عنده الفيروس او كده ما يهملش بقى ويبتدي يتعالج بدري، الامور ما هتتحسن. يخلي عنده امل، لان انا طبعًا سمعت مقوله الحقيقه من احد الدكاتره اللي في اللي هم متخصصين في الكبد، ان يعني اذا كنا زعلانين على كاس العالم في الكوره، احنا خدنا كاس العالم في محاربه فيروس سي. صح فعلا طبعًا. يعني طبعا فانا بشكركم جدا ان انتوا بتضيئوا الضوء على حاجه ايجابيه. اكيد اكيد، ودي نقطه مهمه جدا، وكانت الحقيقه يعني كابوس المصريين بيعانوا منه، كفايه ان اصبح التعامل معاها اكثر ايجابيه، وبمرور الوقت اعتقد ان هي ان شاء الله الفيروسات الكبديه في مصر هتصبح من التراث ومن الماضي. حضرتك شرفتينا دكتور نادية، شكرا جزيلا لتواجد حضرتك معانا، لوقتك يعني كلنا مقدرينه تماما. شكرا جزيلا. طبعا كان معانا مشاهدينا استاذه الدكتوره نادية زخاري، وزيره البحث العلمي الاسبق، واستاذ بيولوجيا الاورام في المعهد القومي للاورام. جزيل الشكر حضرتك مره ثانيه، وكل الشكر لمشاهدينا اللي تابعونا في هذه الفقره. خليكم معانا، لسه فقراتنا مستمره في ايامنا.